بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل الله تعالى كان آخر مرة كنا خلصنا فيها كتاب، فإحنا كده ما شاء الله يعتبر خلصنا أهم الصفحات الموجودة. تمام، طب خلينا نظبط بقى المنيو بتاعتنا. خلينا نقفل ده كده ونقفل ده. إحنا كنا شغالين من بداية الإندكس اليوم بتاعتنا أهي. خلينا نشوف المنيو بتاعتنا فين. آدي المنيو أهي. طبعا الهوم خليها تودي على صفحة هوم دوت اتش تي ام ال كده، هوم دوت اتش تي ام ال. خلينا نعمل لينكات اباوت، تودي على صفحة الاباوت دوت اتش تي ام ال. تمام كده، شوف هنا كونتاكت، برضو كونتاكت بتودي على صفحة كونتاكت كده دوت اتش تي ام ال. بيجز دي مش عاملين لها شيء، مش محتاجينها، خلينا نشيلها خلاص الآن. بروجكتس بتودي على صفحة بروجكتس دوت اتش تي ام ال، بروجكتس دوت اتش تي ام ال. نيوز بتودي على صفحة نيوز، بتودي على صفحة نيوز دوت اتش تي ام ال. سيرفيسز بتودي على صفحة سيرفيسز دوت اتش تي ام ال، سيرفيسز دوت اتش تي ام ال. تمام كده، خليني اخد اليو ال دي كده، كنترول سي. خلينا كمان نقول كنترول اس، نحفظ لما نمشي من هنا. نفتح بقى صفحة الأبوت بتاعت اليو ال أهي، شيل اليو ال دي وحط لي مكانها دي كنترول في كنترول اس. بعد كده الكونتاكت اليو ال أهي، شيل دي كنترول في كنترول اس اللي هو عملناها. النيوز أهي، شيل دي كنترول في كنترول اس. أدي البروجكتس كمان، أدي كنترول في كنترول اس. سيرفيسز يقول كنترول في كنترول اس. الان بقى نيجي اعمل ريفرش كده، نقدر نتنقل بين الصفحات. ادي الهوم، اباوت، سيرفيسز، بروجكتس، سيرفيسز، نيوز، كونتاكت. خلاص كده تمام. كده بفضل الله تعالى العملية هي انت تقدر تزود حاجات تاني، تقدر تشيل حاجات. يعني في صفحات كتير ممكن يكون فيها لينكات داخلية انت ممكن تعملها وتشيلها. تمام، بفضل الله تعالى عملنا شوية شغل كويسين. تمام، لازم بقى نعمله ريسبونسر، نطبقه ريسبونسر ان شاء الله تعالى. هنبدا ايه في ريسبونسر، عايزين نجهز الشغل بتاعنا علشان ايه نعمله ريسبونسر. تمام، ان شاء الله تعالى هنبدا ريسبونسر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.